السلام عليكم، هذا حمريطة يوتيوبر جيمر انستغرامر، عندي 17 عام، كنسكن في سلا. صافي هادشي اللي كاين وزوين. بابا بديت يوتيوب في 2015، كنت ندير لي فاين مع 20 كذا اللي كيقراو معايا وداك الشيء. ديك لي فاين محصلين، كنا كنلحقوهم في فيسبوك وكذا. صافي من بعد بديت لي بودكاست بوحدي، انا واحد عشيري. صافي بدينا لي بودكاست 2015 ويا هذا. صافي عاد عرفت الدومين ديال المونتاج كذا، الكاميرات، غادي كنطور في الماتيريال ولي زابوني والارقام كيطلعوا. صافي ويا هذا، وحنا دابا معكم هنايا كنديروا انترفيو مع الجيمين. اليوتيوب في الجيمين ما عقلتش فوق الصوت بالضبط لاشين الجيمين ديالي. 2018 ياك 2018 واقع انا بحال هكاك، تما بديت كان جيمي في يوتيوب. من مورا 500,000 ابوني تيتيز العاقة. صافي وشوية ديال الشهرة، ما يهم، الناس كيتصوروا معك برا وكذا في الدوز بعد مني. شوية بعد المرات كتبغي شوية ديال الخصوصية في الزنقة، ولكن ماشي مشكل، بالعكس كتفرح ملي كيجي عندك بلادي بيتصور معك وكذا. صافي بليزير ما فخيخاش. لا بالعكس، بديت عادي تنقول صافي سيمانة نجرب المونطي ونصور راسي. ديك الساعات كنت كنخلي داك الشيء في التليفون ديالي، فهمتي؟ حتى من بعد هذا وليت كنلحقو في يوتيوب. صافي من بعد فهمتي كانوا كيتفرجوا فيا دراري القياسام وكذا، فهمتي زعما، ولكن من بعد غادي كيطلع داك الشيء تلقيت راسي، فهمتي؟ ما كنتش عوال على 600K ولا ما كنتش عوال كاع. وحتى انا متاكد كاع اليوتيوبر اللي بداو في الاول ما كانوش عوالين على الشهره ولا شي حاجه. ما بقاش كنلوح بزاف، كنتسنى بحال كنتسنى غير نسالي القرايه، عين نسالي الباك، باش بحال غادي نبدا اليوتيوب من جديد، فهمتي؟ يعني نقدر نقول هاد 5 سنين كامله، واحد العام واحد مثلا ديال 2017 2018 هو اللي خدمت فيه مزيان. اما من بعد صافي وليت مفوكسي على، ماشي مفوكسي على قرايتي، مفوكسي على الجيمين اوه يوتيوب وكذا. كنقصر على راسي يعني، انفانسالي القرايه غادي نركز ديك الساعات على اليوتيوب، حيت فهمتي الوقت كيضيع لك بزاف في المدرسه، 8 السوايع في النهار راه تقدر فيها بزاف د الحوايج. لا والو، ما نعقلش، 100% قل من 800 درهم 900 درهم اكبر صوم. هادو كندوي على ليفيو على لي ادسنس يعني، ماشي كول. علاش كتكذب 900 درهم؟ لا الا جينا الاشهارات وكذا لي بوبليسيتي ديال الشركات وكذا، داك الساعات فيهم الفلوس، ولكن لا ليفيو لا والو في المغرب زيرو. الراسي كان واحد 3 شهور بحال هكا كنخدم معايا واحد الدري صاحبي مهدي القريه، تحيه ليك. كان هو اللي كيدبر لي على لي سبونسور وكذا، ولكن من بعد صافي حبسنا، خليت راسي تنحل الايميل. جات شي شركه مرحبا، ما جاتش الله يعاون، فهمتي؟ ما بقيتش انا اللي كنمشي عندهم ونقول لهم، حيت ما بلانش كتحافظ على ليماج ديالك، فهمتي؟ كنت المهم كنت كنستريمي في واحد الابليكاسيون، ومن بعد ولاو كيتشرطوا وكذا وكيقول لك هادي وهادي. صافي من بعد انوليت معاهم، ما عندي ما ندير بفلوسهم، لقيت شرطوا عليا واش انايا مليدو ديستراك لي كلاس. كنكتب ملي كتكون راشقه ليا، ولكن باقي كيحكوا عليا، ما عرفتش اخي، كيحكوا عليا شي مشرملين، ولكن ما كنبغيش نديها فيهم، فهمتي؟ بحال دابا الليفل ديالك انت هنا وما هنا، ما خصكش تطيح عندهم، فهمتي؟ ديك الهضره ديال ديك الناس الواعرين، وانا ما واعر ما والو. نقدر هاد اللعبه كنفكر نديرها، ولكن ماشي دابا، حتى نزيد نعرف على هاد الدومين اكثر، فهمتي؟ ماشي غير نتلاح ليه شحال هادي، فهمتي؟ جربنا نديرو تراكات وكذا، صافي الله يجعل البركه. دابا نريحو نفوكسيو، فهمتي؟ على الحاجه اللي كنعرفو ليها، تاي فهمتي؟ تجي لي انرجي ديال نبغي نخدم في التراكات وكذا، ديك الساعه نرجع ليهم. ممكن عليك كلاش، داك كلاش هو الحب. سلام. عجبهم الحال اصلا، الوالده بس سمعت عندي انترفيو، جابتني من سلاسه الكازا، فهمتي؟ باش على ودكم زي الكازا على ود الجيمين يعني، فهمتي؟ يعني ضروري من هاد الفعايله هاد الجلس اللي كيديروا معك والديك، راه باين البلان كيكون، فهمتي؟ المهم عجبهم الحال، عجبهم الحال بزاف.
ماما ماما الوالدة كان بغيك بزاف وسمح لي على ذاك النهار و... تحية لأمي. الميتاب ديال كازا واحد الميتاب دزنا هذاك دا الناس لي فان حافظين راكات واو داكشي جميل اخ شنو نقول في الاول مراكش اكادير مراكش اكادير حيت ما عمري ما درت شي ميتاب تما واغلبيه ديال الجاش كان كاينين تما خصوصا في اكادير واو بزاف يعني الميتاب الجاي شهر 8 9 نحاول نديرو في داك الاشهر ديال الصيف في اكادير وفي مراكش ميرسي. وهاد الحاجه ماشي وقعت ليا مره ولا جوج ولا المهم تكون وقعت لي شي جوج مرات ثلاثه بحال هكا كيوقفوني لي فان شي 20 سكرانين كذا فهمتي ماشي المهم ماشي مشكل ما نعتبروهاش حاجه غريبه ما عرفتش الله ما عرفش حاجه غريبه وقعت ليا ماشي هذا راه كاينه فيديو كاع واحد لي فانات بنات شفت داك الفيديو واش تراسي ما شفتش داك الفيديو واحد لي فانات بنات بقاو تيبوسوني هنا يا الدراري ما تخافوش ولكن شحال هذه ايام كنت مزعر شعري وكذا واحد الفيديو فيه فضيحه هذا واحد المريض اش من فضيحه هما اللي كيبوسوني انا ما درت لهم والو هذه حاجه غريبه تخيل تكون غادي في الزنقه فرحان ويجيو يبوسوك قبل ما تضف راه اتس ويرد. المهم في سؤال اخر عافاك ايتو في المغرب 2017 2018 كان واعي احسن من دابا دابا ما عرفتش واش اليوتيوبر كثروا ولا والله ما عرفت شنو المشكل ما بقاوش كيخدموا فهمتي اغلبيه ديال اليوتيوبر الكبار مثلا شاديني فرحات صدراتي خالد سيري فهمتي شحال اللي كانوا مروانين هكذا فهمتي ولكن دابا بقاو كيديروا حتى شي حاجه صافي اون فوا ديموتيفاو الكبار صافي ولا تخربيق في افلام قصيره تخربيق تشرمي الجهل داكشي ما بقاش كاين فهمتي روتيني اليومي داكشي ما فهمتي ما واكلش ما كرهتش ترجع اليوتيوب بحال 2018 2017 لي كولابوراسيون كذا كانت ايام جميله تطيرني احسن ستريمر عندي ماي فيفورت ستريمر كنعرفوش فوكس جود لك في البروجي ديالك حيت سمعت السميه في الاول جات لي غير ممكن ما كنتش كنحملو ولكن دابا ولا عشاري عزيز عليا بيناتس بيناتس هو تطيرني علاش كيغوت دابا كيغوت عبد احمد عشيري ماي نيغا اوميغا تاو عشيري ما تبقاش تبوشي الطواليطات فراسكم في القصة كان عند سكوزا في القلعة ودخل الطواليط تعطال عرفتي وخرج خرج مع واحد الريحة و الدراري عافاك نبدل السؤال اوميغا اوميغا راه كيحاول يرجع سكوزا القديم وهادي حاجة زوينة ارا تقصر معنا فهمتي دريه في ارا وسويت سامانيطا كذا جود لك ارا فورتنايت جود فورتنايت بلاير عطي ماتيسين السلام عليكم معكم انتوا مافيوزي ناضي ما تقصش تبانا من الاير بي ما تقصش دير البزاله في اير بي دافوس عشيري دافوس الرجوله راج لونس جوج رجال اخ سلام لي فان ديالي تحيه لكم شكرا لكم حيت كبرتوا معايا فهمتي المهم فهمتي بديت يوتيوب برهوش وبزاف ديال لي فان اللي كبروا معايا فهمتي من 2015 لدابا راه 5 سنين شحال 5 سنين يعني تحيه لي فان اللي كبروا معايا وكذا وتحيه لجي اش جانك كنحبكم السلام عليكم كيف القلب الله يسعد الحياه واعر اش كنضرب شوي سلام اي اكسي عندك نضرب سلام صورني قطعتي يا صاحبي قطعتي يا ترافيسكو مابقاش خاطر